السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في قناتكم سعيد الشو. اليوم أشارك معكم واحدة من أفضل الدورات للاختراق في العالم، يعني دورة شهادة المخترق الأخلاقي أو الهاكر الأخلاقي. هذه الشهادة من بين أفضل الشهادات التي يمكن للمبتدئ أن يبدأ بها لكي يبدأ مشواره في عالم الاختراق والأمن المعلوماتي. لذلك لأخذ هذه الشهادة يجب عليك أن تأخذ عدة دروس وتتعلم في المحتوى الذي في هذه الذي ستختبر فيه في هذا أو هذه الشهادة. لذلك اخترت لكم واحدة من أفضل الدورات، دورة Certified Ethical Hacker CH من الأخ عبد الله السكري. هو شاب مصري وهو شاب أفتخر به أنه يعني شخص يعني استطاع أن يقوم بعمل يعني تلاحم ما بين الدراسة التي هي بعيدة كل البعد عن الأمن المعلوماتي وبين الأمن المعلوماتي، وصار مستشار للأمن المعلوماتي و يعني تأمين داتابيز وغيرها في الكلية التي يدرس بها. يدرس في مجال الطب، ولا أعلم إلى حد الساعة، لا أعلم منذ 2016 التي رفع في أواخر 2016 التي رفع فيها هذه الدورة، وهذه الدورة تتكون من 38 فيديو. لا أعلم الآن هل توظف في وظيفة معينة أم هل أكمل دراسته أم لا. المهم على العموم سيكون قد أكمل دراسته وحصل على الدكتوراة إن شاء الله، أو أنه غير مساره إلى الوظيفة وتوظف في الطب، أو أنه ذهب في منحة مهاراته وهوايته التي يعشقها وهي الأمن المعلوماتي وتأمين البيانات والحماية الإلكترونية والهاكر الأخلاقي. فلكي تكون هاكر أخلاقي ويجب علي أن أنبه أنه هذه الشهادة موجهة للأشخاص الذين يريدون أن يتعلموا الأمن المعلوماتي لغايات أخلاقية، بمعنى ليس الاختراق هذه الشركة وليس الاختراق هذا الموقع واختراق هذه الشبكة من أجل الحصول على المعلومات لمصالح شخصية من أجل ربح المال بشكل غير شرعي أو غير قانوني. لا، إنما نتحدث عن الأشخاص الذين يريدون أن يعملوا فيما هو قانوني، الأشخاص الذين يريدون أن يعملوا كمستشارين أمنيين لدى الشركات، أن يأخذوا أجورهم بشكل حلال. فتابعوا معي هذا الفيديو للأخير وسأشارك معكم معلومات عن هذه الدورة. بالطبع هذه الدورة هي دورة للنسخة 9 V9 من شهادة Certified Ethical Hacker. بالطبع لمن لا يعرف هذه الشهادة، هي شهادة يعني قيمة كبيرة وضخمة بالنسبة للمبتدئين. لكي تكون هاكر أخلاقي معتمد، إن بحثت عنها في جوجل فستجد أنها منظمة من يعني صادرة من منظمة المجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية، وتختص في الاختراق والأمن المعلوماتي. فكما تجدون في ويكيبيديا يقولون في تعريفها المخترق المعتمد الأخلاقي، وبالإنجليزية هي الإيثيكال هاكر، هي مؤهل كما تشاهدون، هي مؤهل بمعنى أنها ستؤهلك إلى سوق الشغل، بمعنى أنها ستضعها في البورتفوليو الخاص بك أو في السي في الخاص بك للعمل لدى أي شركة في الأمن المعلوماتي أو كمستشار. وكذلك يمكنها أن تفيدك في أن تفيدك تعدينا على اللغة العربية أن تفيدك في الدفع لإحدى الشركات لعمل البنتستنج أو عمل اختبار الاختراق، سواء على الشبكة الخاصة بها النتورك أو الداتابيز السيرفرات الويب وغيره من هذه التخصصات. كما تعلمون يعني إن أخذت هذه الشهادة
ستفتح لك أبواب عديدة لاختيار عدة مجالات. فيمكنك اختيار من الكثير من المجالات التي يتخصص فيها الكثير من الهاكرز. بالطبع يقول لك شهادة احترافية مهنية يتم الحصول عليها من خلال إبراز المعرفة بتقييم معايير أمنية في أنظمة الحاسوب، وذلك من عبر البحث. من كتب هذا التعليق أو هذا التعريف؟ ذلك عبر البحث عن نقاط الضعف، نعم، عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية المتواجدة في الأنظمة المستهدفة. تختار نظام معين سواء ويب أو يعني هاردوير في سوفتوير، فتقوم بعمل بنتستينج باحثا عن الثغرات. هذا هو خلاصة هذه الشهادة، أن تبحث عن الثغرات في الويب أو في النتورك أو في الداتابيزز أو في غيرها. فعندما تكتشف هذه الثغرات تعطيها للشركة وتقوم بإصلاحها، تأخذ نصيبك يعني أرباحك هدية. فهذا هو الهاكر الأخلاقي، يعني الهاكر الأخلاقي ربما لا يعمل أو لا يأخذ يعني جوائز يومية أو شهرية، وإنما بعد شهرين ثلاثة ستة لا أعلم سنتين سنة، لكن تكون جوائز بالملايين، والبعض يحصل على جوائز بالمليارات. فهناك هاكرز الآن يحصلون على جوائز بملايين دولارات، فتخيل معي، هو ليس خيال إنما حقيقة. هناك شركات هذه الثغرة لو حصل عليها أي كراكر أو كما يسمونه يعني بلاك هات هاكر، فسوف يعني قد يستحوذ على موقع تلك الشركة، أو قد يتسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات. نتحدث عن ملايير الدراهم المغربية، فشيء مهم للغاية. بالطبع سنتحدث الآن عن هذه الشهادة. بالطبع ستجدون رابط مشاهدة الدورة بالكامل للأخ عبد الله السكري في اليوتيوب، مجانية للغاية، مجانية، لن تدفعوا ولو مليم. ستؤهلكم هذه الدورة لإن تتبعتوها وطبقتم ما قاله والامتحانات التي يعطيها لكم، وستجدون روابط لتحميل التولز التي توجد في هذه الدروس، ستجدونها في روابط الوصف الخاصة بهذه الدروس. سأضع لكم أنا أيضا بدوري رابط لموقع لتحميل أغلب الملفات التي تحتاجها في هذه الدورة مجانا. ستجدوها مجانا. هذه الدورة تحتوي على 38 درس، يعني كورس مجاني وراقي للغاية. يعني بما أنه مجاني فهذا لا يعني أنه ليس فيه محتوى قيم، هذا شخص محترف يعطيك دروس احترافية. هذه الدورة أقسم بالله ستجدون أمثالها كثيرة مدفوعة أزيد من 100 دولار فما فوق. هناك من لديه يعني كما ترون هنا في جوجل، عندما بحثنا عن CH ستجدون المدة 4 ساعات فقط، 4 ساعات فقط للتعلم. وهذا الشخص يضع لكم هذه الدورة فيها يعني وقت طويل يمكنكم التعلم فيه. هذه مثلا 36 دقيقة، 42 دقيقة في فيديو واحد، 25 دقيقة، 39 دقيقة أيضا في مثل هذا الفيديو، 23، يعني هناك أزيد من ساعة، ساعة وربع، يعني هناك استفادة في الدروس. كما تشاهدون التحضير يعني فقط في دراسة هذه الشهادة في الموقع الرسمي 100 دولار لدراسة هذه الشهادة، يعني دورة، تأخذ دورة لأخذ هذه الشهادة لتختبر فيها وتأخذ هذه الشهادة 100 دولار يعني 1000 درهم مغربية لكي تصير هاكر أخلاقي معتمد. بعدها الاختبار 1200 دولار. هذه لا هروب منها، لا هروب منها، يعني 1200 دولار ستفتح لك مجال كبير
حتى اسمعني جيدا، حتى وإن اعتبرت نفسك فقير وليست لديك 1,200 دولار، أنظر إليها وأخاف من قولها. الرسوم التجديدية، إن أردت أن تقوم بتجديد الدورة حسب الإصدارات، ف80 دولار تكفي، 80 دولار تكفي، دولار أمريكي US تكفي لتجديد هذه الدورة. بالطبع مدة الصلاحية 3 سنوات، فإن أردت يعني الاستفادة منها بدون الحصول على هذه الشهادة يمكنكم متابعة هذه الدورة. إن أردت أن تعمل شخصيا، أنت لا تريد أن تعمل مع شركة معينة، لا زلت أنت ليست لديك شهادة، أعرف عدد كبير من الهاكرز يعملون يعني بشكل حر مستقلين ويكسبون آلاف، وهناك ما يكسب ملايين الدولارات، هناك ما يكسب عشرات الآلاف من الدولارات شهريا، عشرات الآلاف وليس يعني مبلغ محدود، يعني كأنك تعمل لدى شركة، لديك يعني مال أجر تأخذه على وظيفتك، لا، إنما تعمل حر. بعدها عندما يريد أن يعمل مع شركة معينة فتأتي أنت لديك، أصبح لديك المال، تشتري هذه الدورة وهذه الدورة ولا يعني تشتري هذه الشهادة وهذه الشهادة، وتشتري اختبار وليس الشهادة كما لدينا في العالم العربي. هناك الكثير من الناس يأتون ويشترون الشهادات ورأسهم فارغ، رأسهم فارغ. ذات يوم كنت في الجامعة فكنت واقفا نجهز لبعض الامتحانات التي سنقوم باجتيازها في نفس الوقت، كنا نتحدث أنا والطلبة عن الإدارة، إذا به بعض الأصدقاء قال لي: هل رأيت ذلك الشخص؟ نعم ذلك الشخص. قلت له: نعم ذلك الشخص يعمل في الإدارة، أعرفه جيدا. فقال لي: هذا الشخص إن أتيت له ب1,000 دولار سوف يعطيك الماجستير بالمجان مطبوع وكل شيء، هذا الشخص يعمل لوحده، وهو هذا الصديق يعرف هذا الصديق، على فكرة لم ألتقي به منذ فترة طويلة، لا أعلم أين، منذ أيام الجامعة. فقال لي أنه يمكنك، فهذا مثال في العالم العربي لأشخاص فاسدين يستخدمون يعني تلك الوظيفة التي يشغلونها أو يشغلونها أو يشتغلون بها بشكل فاسد، هذا هو الفساد، يعني الإدارة لا تعلم، لازالت الإدارة لا تعلم بهذا الأمر. كنت أريد أن أنبه عن هذا الأمر لكن ليس لدي دليل، إنما هذا الشخص قال لي أنني متأكد، لدي أصدقاء أخذوا من عنده شهادات، هناك من أخذ دكتوراه ب10,000 دولار، فتخيل معي 10 مليون تعطيها لواحد خدام في لافاك، هو هذا الشخص هو وظيفته هو أنه يمضي على الوثائق، يعني الإدارة والأكاديمية والنيابة والوزارة وضعت فيه الثقة، لكن هو يختلس. حقوق الناس يعطيها للذين لا يستحقون، تخيل معي واحد أمضى 8 سنوات على الأقل في الحصول على الدكتوراه، يأتي شخص يعطي 10,000 دولار ويحصل عليها باردة للأسف. المهم نعود إلى موضوعنا، أعرف أن هذا الفيديو طويل لكن لا داعي يعني للعجلة، تابعوا معي. فهذه الدورة الذي أريد أن أنبه، لنرجع إلى الصراحة، أريد أن أنبه إلى أنه هذه الوقت التي نمضيها، بالخصوص إن كنت تشاهدوني في شهر 5 2020 مدة رفع هذا الفيديو، نحن الآن نتجاوز يعني فترة صعبة بالنسبة لفيروس كورونا، هذا الوباء الذي أوقف عدة أمور وعدة وظائف. فأنصحك إن كنت لا تعمل فالتجئ إلى العمل عبر الإنترنت، لا يتوقف الإيماركتينج، لا يتوقف البنتستينج، لا يتوقف
الديزاين لا يتوقف، الفريلانسينغ مهم للغاية، ولو وقع ما وقع فلازالت الشركات يعني تتضاعف، الآن تضاعفت أرباح الشركات في هذه الفترة التي يتجاوزونها يتجاوزها العالم بحرقة. للأسف توفي عدد كبير من الناس، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويرفع عنا هذا البلاء في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. استغل وقتك في هذا وقت الفراغ، بدل أن تذهب إلى الفيسبوك والواتساب يعني اليوتيوب وتشاهد يوميات سخيفة والفيديوهات التافهة، شاهد هذه المقاطع من هذه الدورة وتستفيد منها. ولو لم تكن لديك 1200 دولار لتجاوز لاجتياز هذا الامتحان والحصول على هذه الشهادة، ستفيدك هذه الدورة في العمل كمخترق أخلاقي. عدة شركات لا تعتمد على الشهادة. انتشر قبل أيام أن شركة جوجل ومايكروسوفت أصبحت لا تعتمد على الشهادة في اعتبار الشخص في حد ذاته، هل هو لديه خبرة أم لا، هل بيده أم لا، أصبحت تقوم باختباره مباشرة. هل لديك خبرة؟ نعم تفضل أرنا ما لديك، ليس ما هي الشهادات التي لديك. الشهادات أصبحت لا تؤكد. المهم أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. المهم يمكنكم العمل بهذه الدورة، أن تستفيدوا منها وتطبقوها وتعملوا بها. بعد ذلك عندما تكون لديكم مال يمكنكم شراء الدورة التكوينية أو الدورة التكوينية نعم، واختبار الشهادة والحصول على الشهادة إن شاء الله. بعدها يمكنكم الانتقال من شهادة CEH، بالطبع إن لم تحصلوا بعد على شهادة CND أو Certified Network Defender فهذه أهم، أن تحصل على هذه كأساسيات الأساسيات، أن تحصل على هذه ثم تنتقل إلى CEH أو Certified Ethical Hacker، الهاكر الأخلاقي، ثم بعدها يعني البراكتيكال، أن تقوم بالعمل على ما تعلمته وتختبر ما تعلمته، ويعني بعدها تنتقل إلى من الكور مبتدئ إلى أدفانسد إلى المتقدم، أن تأخذ دورة الكونسلت سيرتيفيد سيكيورتي أناليست البراكتيكال، ثم LTP يعني تنتقل من SCSA إلى LPT. هذه LPT يعني ستعطيك ستجعلك إكسبرت في مجال أمن المعلومات والاختراق أو اختبار الاختراق وسميه كما تريد. بعدها تختار أي مجال تريده، وهناك العديد من الشهادات سأشاركها معكم إن شاء الله التي تحدد ما إذا أردت أنت أن تصبح من يعني المخترقين في يعني المجال الأخلاقي. كل ما أنصح به هو أنكم تستخدموا هذه الشهادات وتستخدموا هذه الدورات فيما يفيد وفيما يرجع عليكم بالأمن والأمان، أن تؤمنوا أنفسكم أولا. فلا يمكن أو لا يعقل أن يكون شخص يدرس الأمن المعلوماتي بعدها يستخدمها فيما لا يليق وما هو غير قانوني، فيقوم بتأمين البعض واختراق البعض ويصبح هو في حد ذاته غير مؤمن. يجب أن تؤمن نفسك أولا، ادخل إلى القانون، أن تصير مع القانون ليس ضد القانون، أن تعمل مع الشركة بالوثائق وبالأمور الموثقة والقانونية. أشكركم أعزائي المتابعين، يعني صورت هذا الفيديو مرتين لكي تعلموا لماذا جعلت هذا الفيديو يعني طويل، لأنني تعبت والله العظيم. رمضان الآن وأنا منهك، ويعني اقترب الفطور أذان المغرب إن شاء الله. أشكركم على المشاهدة، يعني صورت هذا الفيديو أولا بث مباشر، كان هناك تقطع في الاتصال كما تعلمون، كل الناس يعني الآن متصلين بشبكة الإنترنت في منازلهم وبسبب كورونا الوباء،
فهناك ضعف شديد في الانترنت، لكن لا تتساءل لماذا الانترنت لديك ضعيفة، فهذا هو السبب ان كل الناس يعني متجهين الى تمام. بس انا عاوز ناخد منهم اللي بعمله، لو جبنا واحد اسمه محمد واحد اسمه احمد تمام، وقلت له والله يا محمد تعالى احنا عاوزين نعمل ايه، نضرب احمد. فبص على احمد كده قوي قوي البنيان وجسم قوي، فهيبدا يعمل مجمع معلومات عنه. والله ما احمد نقطه ضعفه في اخوه، اخوه صغير ممكن اخد اخوه اخطفه، وساعتها احمد هيبقى ضعيف اضربه. مثلا احمد مثلا عنده نقطه ضعف معينه في جسمه، يلعب اليمين بيوجعه، يضربه الشمال بيوجعه، كان يضربه في ضربه الشمال وهكذا. بيبدا انك تدرس الخصم اللي قدامك، وده معروف في كل حاجه، بتلعب لعبه رياضيه بتلعب اي حاجه تقول لك ادرس الخصم قدامك. نفس الموضوع في عمليه الانفورميشن جيزرنج او عمليه كلنا في خدمه وطننا جمع المعلومات، كلنا في خدمه بلادنا. هنخش دلوقتي على الانفورميشن جيزرنج تمام. الانفورميشن جيزرنج والله ان كان لديكم اي شوف بقى بعد الصفحه دي هتشتغل عملية. ملاحظات اي اقتراحات ضعوها لي في التعليقات، اشكركم على المتابعه وعلى هذا الدعم. في جزء سميناه قال طبعا هو 7 ستيبس، يعني كان ستيب 7 خطوات. مش اول حاجه قال لك ان انشر هذا الفيديو على قناتك ولوكيت ذا نتورك ماركتنج، مش فاهم افهمها. في اثنين من الستبس دول من السبعة بنحطهم على جنب ونسميهم الفود برينت. يعني ايه فود برينتنج؟ تخفي الاثر او تقفي الاثر، انت بتدور على الاثر بتاعه. يعني بتعمل حاجه اسمها ان ايرث انتشنال انفورميشن، بتشوف الانفورميشن اللي هي موجوده اصلا، اللي هو بيقول لك زي ايه بيلعب على المكشوف انفورميشن هو مديها لك اساسا. واللي كنت نتورك رينج بشوف النتورك بتاعته دي موجوده فين. هذا فيديو تعال عملت اكتيف ماشين، بشوف الماشينز اللي معمولها اكتيفيشن عنده، اللي هي الروتس بتاعه.